ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا قلت وعليكم ماذا قلت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت قلت سلام بالسائي، هذا ليس بالصحيح، سلامك ليس بالصحيح، كيف قلت؟ صحيحني. وعليكم السلام بالسين، أنت قلت بالصاء. بالصاء. أنت قلت بالصاء. بالصاء. والصحيح بالسين. دقيقة انتظر، هل هناك حرف الساء؟ ليس، ولكن قلت هكذا. ليس؟ ما معنى ليس؟ ليس أي لا، أنت لا تعلم معنى ليس. لا تعلم. كيف أنت عليم؟ دقيقة تتيحني الفرصة وأنت تتكلم مستمرا. ماذا قلت؟ قل أول، قل مرة أخرى. أنا قلت أنت، هل أنت تتكلم بالاستمرار؟ أنا قلت ليس هكذا، ليس بالصحيح، بل قابل عليك أن تقول أنا قد قلت، لأن الذي ما قلت فهو ماضي قريب. معنى ذلك أنت لا تعرف الكلام، أنت في القواعد. كيف تقول في القواعد؟ هذا صحيح، أنت لا تعلم القواعد اللغة العربية، فكيف تقول أنا عالم؟ أين تعلمت اللغة العربية أنت يا؟ ماذا قلت أين؟ أين تعلمت اللغة العربية؟ أين تعلمت اللغة العربية؟ تعلمت من أي باب؟ من أي باب؟ لماذا تسألني عن الباب؟ لأنني قد أفكر حولك، ماذا تقول؟ كيف تقول الألفاظ العربية؟ كيف تتلفظ؟ أنت لا تعرف أسلوب الكلام. أولاً إذا ماذا قلت؟ لا تعرف. إذا تتحدث مع رجل أولاً اسأله عن نفسه، وكذلك إذا تتحدث لأي مرام جزنت، تتحدث لأي مرام أسكنت. من البداية أنت تخطي في القواعد، وكذلك أنت تخطي في النطق الصحيح. تخطي بالياء ليس بالهمزة. تخطئ أخطأ يخطئ بالهمزة، وأنت قد قلت بالياء، هذا ليس بالصحيح. بالياء. أنا قلت بالياء. نعم، أنت قلت بالياء وأنا قلت بالهمزة. نعم، أخطأ يخطئ بالهمزة، ولكن قلت بالياء. دقيقة يا أستاذ، دقيقة. ما معنى الدقيقة؟ أنت ما لا تفهم معنى الدقيقة؟ أنا أعلم معنى الدقيقة، ولكن لأي مرام تقول في هذا الموضع دقيقة، لأي مرام تقول في هذا الموضع هذا اللفظ؟ ما معنى الدقيقة؟ قل أولا. ما معنى الدقيقة؟ لا تعلم، لأي مرام تسألني حول هذا اللفظ، ولكن أنت تعرف معنى الدقيقة؟ نعم أعلم. ما معنى الدقيقة؟ قل لي أولا ما معنى الدقيقة؟ ما معنى الدقيقة؟ منت؟ نعم، إذا فهمت، ولذلك تسألني مرة أخرى ما معنى الدقيقة؟ ولكن لأي مرام تقول في هذا الموضع لفظ دقيقة؟ لأي مرام تقول في هذا الموضع؟ يا أستاذ، أولا تتكلم عن الموضوع، في أي موضوع تريد أن تتحدث؟ ولكن لا تتكلم معك باللغة العربية الفصحى حول هذا الموضوع، ولكن لأي مرام تخطئ خلال التكلم باللغة العربية. أسلوب الكلام، أنت لا تعرف أسلوب الكلام. أسلوب الكلام هذا أي لفظ؟ أولا أعطيني الوقت. أي لفظ هذا؟ أسلوب كثيرا
يبدو يا شيخ أنك يا شيخ طفل صغير في اللغة العربية من البداية. أيها الشيخ عندك فرق بين أسلاب أسلاب هذا أي لفظ هذا أسلاب؟ أي لفظ هذا؟ لا تعرف أنت؟ لا تعرف؟ إذا لا تعرف فاذهب إلى المدرسة ثم تعلم العربية ثم تعال وتكلم معي. ليش؟ جيد؟ لك كلامك ليس بشيء أخطأت قد أخطأت فيما ليس عندك فرق بين الساء والصاد أسلاب حتى ليس لا أسلاب ليس تعرف أسلاب أي لفظ هذا أسلاب أي لفظ هذا أسلاب أنا إذا لا أعرف أي لفظ هذا أسلاب أي لفظ من أي مرام قلت أسلاب فلأي مرام قلت أسلاب من أي مرة من أين جئت بهذا اللفظ أنت يا ولد؟ في ألف لي أي مرة من قلت أسلاب؟ كلامك مضحك جدا. كلامك ماذا قلت؟ أنت لا تعرف في العربية لماذا قلت اتصل بي اتصل لا تعرف في العربية تعرف في العربية ماذا قلت ماذا قلت ماذا لا تعرف في العربية لأي مرام لأي مرام ماذا قلت أيها الشيخ أيوه اسمع 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 مرارا أنت تسأل هذا السؤال ماذا قلت معنى ذلك أنت لا تفهم بسرعة لا تفهم الكلام لا تعرف لا تعرف لا تعرف لأي مرام لأي مرام يا شيخ يا شيخ لأي مرام قلت لا تعرف لا تعرف أنت فقط درست القواعد في المدارس وما تعلمت العربية وما تعلمت الحديث فقد تعلمت القواعد جيد وكذا وكذلك هذا قول مضحك هذا قول مضحك إنك مشكلة إنك مشكلة في الفهم إنك مشكلة في الفهم أولا افهم جيدا الكلام ثم تجادل وتحارب أهل الحديث جيد ثم تجادل وتحارب ولا تقول أن أهل الحديث لا يعرف اللغة العربية أسكنت مرة أخرى أسكنت بأي بلا وجه وبلا مرام كيف أنت إذا أنت لا تفهم أنا أظن كلامي مسجل لديك بعد ذلك مسجل ثم لأي مرام أسكنت لأي مرام جزمت لأي مرام أسكنت مرام إيش هذا يعني هذا مرام 100 مرة تقول مرام مئة مرة مرام. هذا خطأ كبير لفظ واحد تكرر مرارا هذا خطأ كبير في اللغة العربية مرام هذا اللفظ ليس بصحيح جديد مفيد مرام هذا اللفظ ليس بصحيح تقول هكذا خلاص 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 لا تشغلني في مثل هذه الكلام جيد لا تشغلني لا تشغل نعطي في موضوع في مرام أسكنت موضوعنا التقليد جيد لأي مرام أسكنت على هذا اللفظ لأي مرام لا تجلس مع اللفظ إذا فهمت المفهوم لا تجلس ماذا لا تجلس لأي مرام قلت هذا اللفظ في هذا الموضع الآن كلامنا في التقليد جيد نتحدث نعم التقليد. نعم فقل حول التقليد الشرك أم بدعة أم فسق ماذا شرك بداية ما معنى البداية بداية أنت بداية شرك بداية يا شيخ كم تخطي في التجويد كيف تذهب كيف تذهب عليك أن تعلم النطق الصحيح عليك أن تندم عليك أن تندم الندامة ضرورية لك الندامة ضرورية لازمة لك على مثلك ألف ندامة على مثلك أولا تعرف كل التقليد التقليد هذا في العربية كل 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 جيد كل أولا التقليد هذا حرام شرك بدعة من فرق لا ماذا رأيك حوله حول التقليد مثلك العلماء يفتخر عن نفسه كم بلغت في اللغة العربية يا شيخ؟ كم بلغت في اللغة العربية؟ إلى متى وصلت في اللغة العربية؟ مجنون مجنون لأي مرام تقول هذا هذه الألفاظ التي ليست بصحيحة يا كيف شيخ تقول مجنون أنت مشغول بالمرام أنت مشغول بالمرام وما وجدت مرام لا تعلم معنى المرام لا تعلم معنى المرام لهذا تقول هكذا هكذا لا عليك أن تعلم معنى المرام عليك أن تعلم معنى المرام جيدا
كيف تتكلم معه أو يتصل بأحد من الرجال تكلم معي تكلم معي حول التقليد جيد تكلم معي حول التقليد اللغة العربية في المدارس الصغيرة والشيخ أيضا مثلك لأي مرامج تصرف صوخ صرخ الحمار لأي مرامج تصرف صوخ صرخ الحمار هذه الأخطاء البالغة والخطيرة أنت مجنون أنت مجنون قطعا لا شك لا مرية فيه لا ريب مجنون الذي يتحدث معك باللغة العربية وليس عندك جواب ولا تستطيع أن تجيب بجواب صحيح وتقول له مجنون هذا خطأ ما قلت هذا خطأ فاحش لا يقال أمام الناس هذا خطأ فاحش لا يقال أمام الناس أيها الشيخ أولا أجيب 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 على سؤالي أجيب على سؤالي أجيب على سؤالي التقليد هذا حرام أم بدعة أم شرك ماذا تقول ماذا رأيك حول هذا حول التقليد قل لي أولاً لأي مرامن تقول الألفاظ الأخطاء أولاً أقول لك عرف التقليد لغة أقول لك اصطلاحاً أقول لك أولاً عرف التقليد لغة اصطلاحاً جيد لغة اصطلاحاً أولاً قل لي التقليد لا 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 هذا بدعة أم حرام أم شرك أم كفر ماذا رأيك حول التقليد قل لي أولاً من الذي اختار الموضوع يا شاه عبد الله من الذي اختار الموضوع؟ أنت الذي اخترت الموضوع؟ أنا ما اخترت الموضوع فأنت اخترت الموضوع أولا قلت لي حول التقليد جيد؟ التقليد ماذا رأيك حول التقليد؟ التقليد حرام أم بدعة أم فسق أم شرك؟ ماذا رأيك؟ أولا سؤالي افهم سؤال أولا سؤالي ما هو التقليد اللغة سؤالي أولا سؤالي هذا كيف أولاً. كيف هذا اللفظ كيف هذه الجملة الآن سؤالي كيف كيف الآن سؤالي لا تعرف ما معنى هذا مرارا ما معنى هذا كيف هذا ماذا قلت كيف هذا لا تعرف اللغة العربية لا تعرف, لا تعرف اللغة العربية لأي مرام لأي مرام جررت بالتعريف تعريف لا تعرفي لا تعرفي ماذا لا تعرف هذا فعل مضارع أنا قلت عرف التقليد لغة واصطلاحا لا تعرف اللغة العربية جاهل لا تعرف بالرفع إذا كان الفعل المضارع قالنا العوامل اللفظية العوامل الناصب والجوازم فعليك أن ترفع ولكن جررت كيف عرف التقليد لغة واصطلاحا عرف اللغة كيف تقول هكذا كيف تقول التعريف يكون لغة التعريف يكون لغة لا تعرف التعريف يعني لغة الاصطلاح لا تعرف هذا الاصطلاح اضحك على نفسك هل التعريف يكون لغة أيضا مرة اضحك على نفسك إذا يقال التعريف فالمراد به الاصطلاح المعنى الاصطلاح ولكن قلت التعريف اللغة كيف هذا؟ أنا مشكلتك يا مشكلتك أنت تعلمت في المدارس البنغالية وأستاذ البنغالية البنغالية منهم هذا بنغالية هذه لغة إنجليزية وأنت تتكلم معي باللغة العربية فتقول بنغالية هل تعرف اللغة الإنجليزية؟ بنغالية هذا ليس بالصحيح بنغالية أو بنغالية بفتح الباء بنغالية أو بنغالية تعرف اللغة الإنجليزية أنت؟ شوياً شوياً نعم فالآن نحن نترك العربية ونذهب إلى الإنجليزية لأي مرام تترك اللغة العربية؟ الإنجليزية؟ اللغة العربية ليست بحلوة عندك Now we are going to our English language اللغة العربية ليست بمحبوبة عندك أي شيخ اللغة العربية ليست بمحبوبة عندك أنت قلت أنا أعرف اللغة الإنجليزية شوية فأنا مستعد أن أتكلم معك مثل البنغالية أولا أنت وأنا نتكلم باللغة العربية الفصحى حول التقليد ثم نتكلم باللغة الإنجليزية حول التقليد تفضل أي أنا أعرف إنك تفضل ما معنى هذا اللفظ لا تضحك كثيرا العلماء لا يقول
هل زي أولاً العلماء نعم اسمع استمع أولا استمع أولا استمع أولا التقليد التقليد أي الشيخ التقليد التقليد هذا حرام أم بدعة أم مكروه تحريمي ماذا تقول حول التقليد ماذا رأيك بين بسرعة كي أسمع أيها الشيخ متى نعم ها ماذا رأيك حول التقليد هذا حرام أنت قلت حرام أين وجدتها دقيقة انتظر انتظر أنت قلت الآن ها أين وجدتها في اللغة العربية ها ها قلت في اللغة البنغالية في اللغة العربية نعم نعم أنا أضحك إذا كان هذا فأضحك باللغة البنغالية ولا باللغة العربية اسمع 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 استمع اولا استمع اولا ماذا رأيك ماذا رأيك ماذا تقول حول التقليد التقليد حرام ام بدعة ام شرك ام فسق ام مكروه تهريمي ام مكروه تنزيهي ماذا تقول حول التقليد ماذا رأيك حول التقليد في وسط اللغة العربية اولا أنت أخطأت أنت أخطأت فيما قلت خطأ كثيرا لا يعد لا يعد لا يعد هذا ألف مرة مرارا وتكرارا مرة أخرى ماذا رأيك حول التقليد حرام أم بدعة أم مستحب واجب أم فرض كفاية أم فرض عين ماذا رأيك بين 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 ما رأيت مثلك الجاهل في حياتي التقليد هذا صحيح أم بادي ماذا تقول يا شيخ معنى التقليد أريد ملقى معنى التقليد بالتفصيل التقليد هذا حرام أم بدعة أم مستحب أم فرض أم واجب أم شرك أم بدعة ماذا تقول حول التقليد ماذا رأيك ماذا رأيك بيّن؟ أولا بيّن ماذا تعرف عن التقليد أولا ماذا بيّن تعرف؟ ماذا تعرف عن التقليد أسلمت أسكنت على لفظ التعريف بغير عامل هذا ليس بصحي هذا خطأ فاحش لا يقال أمام الناس كلامك مسخرة كلامك مسخرة مثل السخرية مسخرة هذا أيضا خطأ جدا كلامك هذا أيضا جدا لعل هذا مثل كوميدي تعرف كوميدي أيوة شيخ أيوة شيخ التقليد أم بدعة أم مستحب أم واجب أم فرض أم شرك ماذا تقول ماذا تقول بين 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 قل لي أولا التقليد حرام أم بدعة أم مستحب أم فرض أم واجب ماذا تقول قل لي أولا ما هو التقليد التقليد قيل في اللغة العربية في القاموس في المعجمات هكذا التقليد أي الاتباع هل جلست مع القاموس؟ هل معك القاموس الآن؟ هل جلست؟ جلست؟ لأي مرة استعملت استخدمت هذا اللفظ في هذا الموضع؟ الجلست؟ فهمت؟ فهمت أو لا؟ فهمت كلامي؟ مرارا أنت ما فهمت كلامي؟ أنت تخطف على كيف أفهم؟ مشكلة أنت تخطف كيف أنا أفهم كلامك؟ أنت لا تفهم اللغة العربية أيها الجاهل التقليد هذا حرام أم جائز؟ ماذا تقول؟ أيها الجاهل أولا أخبرني أيها الجاهل أيها الجهال أيها الأجهل أيها الأجهل أيها الأجهل أيها الجهال التقليد هذا حرام أم بدعة أم شرك أم مستحب أم فرض أم واجب؟ ماذا تقول؟ أنت أخبرني أولا هذا بالتفصيل لأي مرة من ذهبت في الصمت لأي مرة من ذهبت لأي مرة من ذهبت في الصمت فقط حفظت لفظ المرام فقط حفظت لفظ هذا المرام مرام مرام لا تعلم مرام مرام أي مكتر مثل الأطفال لماذا تخرج صوتك مثل الأطفال استعمل واستخدم هذا اللفظ في كتب شتى المعتبر تنكر هذا اللفظ؟ تنكر؟ ما رأيت هذا اللفظ؟
أولا تحدث ما حول نستطيع التقليد، هذا أولا الأمر في تحدث حول حياتي. التقليد، جيد؟ نعم، قولي حول التقليد، قولي أجيب على سؤالي. التقليد هذا حرام أم بدع أم مستحب أم واجب أم فرض أم شرك؟ أي شرك؟ لماذا أخبرك عن هذا؟ أنت لا تعرف؟ لماذا أخبرك عن هذا؟ لماذا أخبرك؟ أم شرك أم فرض أم واجب أم سنة أم مستحب أم مندوب أم مستحسن؟ ماذا تقول؟ نفس السؤال لك، يعني سؤالي لك هذا، أنت تجيب سؤالي لك هذا. سؤالي لك هذا كيف التلفظ؟ وتلفظك أنت تضحك على نفسك، أنت تضحك على نفسك. هذا سؤالي على هذا نفس السؤالي لك، نفس السؤالي لك هذا كيف هذا أيها الشيخ، أيها الجاهل، أيها الأجهل، أيها الجهال، التقليد هذا حرام أم بدعة أم مستحب أم شرك أم واجب أم سنة أم مستحب؟ ماذا تقول؟ التقليد جائز أو مباح أو مستحب أو حرام، هذا أسأل منك. هذا هل عندك مشكلة في الأذن؟ لا تسمع جيدا؟ اذهب إلى الطبيب العلاج من الطبيب. قل لي أولاً هذا ليس بالصحيح. أخطأت فيما قلت. أقول مرارا كثيرة هكذا. أولا سألت لك حول التقليد، قلت لك التقليد حرام أم بدعة أم مستحب أم مستحسن أم بدعة، فما جبت لماذا تفعل هكذا؟ لماذا تعمل هكذا؟ أيها الزاجر والجحار والزاجر، مئة مرة تقول مرم إيش؟ ما معنى هذا كيف قلت؟ يعني لا تفهم جيدا الكلام ثم تسأل مرارا نفس الشيء. مرم لا ت... ما معنى مرم؟ ما معنى مرم؟ لماذا أنا أقول لك ما معنى مرم؟ اذهب إلى القاموس. لماذا أنا أقول لك؟ ثم انظر في القاموس ما معنى مرم؟ إذا تريد أن تعرف ما المرام فتعال عندي وأعلمك. إذا تريد لأي مرام أسكنت لفظ تريد؟ أنت شئت مرامين. أنت صرت مجنون. أعطيك ألف روبية إن تجيب، فأعطيك ألف روبية. ليس عندك ألف روبية، أنت فقير، أنت مسكين الكلام ومسكين الجيب. أنت مسكين، ليس عندك فلوس. كيف تجيب جوابا صحيحا فأعطيك تسأل عن الفلوس كيف تجيب ألف روبية؟ أولا ألف روبية تعلم اللغة العربية. أجيب اللغة العربية. أنت تعرف الإمام الذهبي؟ أنت تعرف الإمام الذهبي؟ هل الإمام الذهبي جد؟ لا تعرفه؟ هذا مشهور جدا. فقال الإمام الذهبي في كتابه المعروف والمشهور والمعتبر الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب، قال هكذا حول يحيى بن معين: إن ابن معين كان من الحنفية الغلاة في مذهبي،
وأنتم تقولون هكذا التقليد شرك والذين يقلدون فهم مشرك من المشركين. فسؤالي على هذه العبارة على هذه الجملة هكذا: إن ابن معين كان من الحنفية الغلاة في مذهبه، فيحيى ابن معين مشرك عندكم؟ من قال لك يحيى ابن معين أو يحيى ابن معين هو من الحنفية؟ هو من أي مذهب؟ لم قيل في الكتاب، في كتاب المعروف الذي صنفه الإمام المشهور الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عز وجل، في كتاب المعروف والمشهور الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب، قال هكذا: إن ابن معين كان من الحنفية الغلاة في مذهبي. فقال الإمام الذهبي هكذا: ابن معين كان من الحنفية وأنت تنكر هذه العبارة، فأنا أسلم. قال الإمام الذهبي أم قالك؟ أولا ابدأ رأيك حول التقليد بالتفصيل. ولا أريد العبارة من الكتاب. أولا ماذا تعرف أنت؟ واجب أن نقف عن دماغك ولا تنقل الكلام من هنا وهنا. ماذا تقول حول يحيى بن معين؟ كان مشركا الذي في ذهني. كان مشركا عندكم الذي في ذهني. إن يحيى بن معين كان مشركا عندكم، هذا صحيح. نعم عندكم يحيى بن معين من المشركين. هذا تتكلم عن خيالك. هل أنا قلت هؤلاء مشركون؟ هل أنت قلت؟ نعم أنت قلت. أنت قلت التقليد شرك. أنا قلت التقليد شرك. متى قلت؟ فماذا تقول حول التقليد؟ متى قلت لك بأن التقليد هو شرك؟ أنتم تقولون هكذا. أنتم تقولون هكذا في واتساب، في توكيد، في يوتيوب. كيف صرت عالما أنت تكذب علي؟ التقليد هذا حرام. خلال هذا الكلام، بينت الحكم على التقليد. حتى الآن أنا ما بينت رأيي هذا التقليد. لأي مرة من ما بينت؟ لماذا أبين لك؟ أنت عالم، يذهب إلى الكتاب ثم انظر في الكتاب ما هو حكم التقليد. فلأي مرة من اتصلت إلي؟ لماذا؟ أنت قلت لي عن مرامين. فلأي مرامين اتصلت إلي؟ لماذا نبحث الحكم عن التقليد؟ لماذا نبحث؟ هذا الشيء بعد بحث يبحث يستعمل صلة عن، ولكن ما استخدمت صلة عن لأي مرام؟ لماذا؟ كل أول لماذا؟ فأنت تقول إن يحيى بن معين كان من المشركين. نعم فهمت. إن يحيى بن معين كان من المشركين تقول هكذا. أنت كذاب كبير. أنا ما كنت هيك الآن. أنت كذاب كبير. فماذا تقول حول المقلدين؟ المقلد هو جاهل. تقول هكذا. أنا أقول هل قال المقلد هو جاهل؟ المقلد يكون جاهلا. تقول هكذا. هذا رأيك؟ المقلد يكون جاهلا. تقول هكذا. نعم. هذا قلت. تقول هكذا. ماذا تقول حول المقلد؟ المقلد هو جنتي أم جهنمي؟ هذا التقليد بهذا المعنى محدث، بهذا المعنى محدث. لا يوجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أي مقلد، ولا يستخدم هذا اللفظ. كيف عرفت التقليد المقلد ليس بموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عرفته؟ خلال الأحاديث. إذا أنت ما خلال الأحاديث معنم كل كيف عرفت بالأحاديث النبوية؟ اقرأ السنة النبوية فتجد لبأن هناك ما هو الحديث الذي به عرفت أن التقليد ليس بموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ يا شيخ. نعم. لماذا ضغطت؟ هل هذا اللفظ
كان يستعمل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى؟ وهل هناك أي مقلد من الصحابي؟ من الصحابي ليس من الصحابة، صحابي هذا لفظ واحد. من الصحابة هذا لفظ جمعي. لفظ واحد، هل هناك أي واحد من الصحابي؟ قل لي أولا، قل لي أولا دليل من أي صحابي، من أي صحابي الشريعة الإسلامية؟ ما حكم المقلد في الشريعة الإسلامية؟ أنا أقول هل هناك هل هناك هذا ليس بالسهل، هل هناك لفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باسم التقليد؟ وهل هؤلاء كانوا يستعملون هذا اللفظ على ما حكم المقلد في الشريعة الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية ما حكم المقلد؟ المقلد هو بدعة، ماذا؟ محرم أم مشرك؟ ماذا؟ ماذا تقول حول المقلد؟ هذا اللفظ محدث بهذا المعنى، هذا اللفظ محدث بهذا المعنى، فالذين يقلدون فهم من المحدثين، تقول هكذا، فقولك يدل على أن يقلدون هذا اللفظ على صحابيين، ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ على صحابيين، فمن أين تأتي بالحكم؟ أيها شيخ اسمع، لفظ نماز ولفظ صلاة ولفظ روزة، هذا أيضا نماز وروزة، هذا أيضا لفظ محدث. أريد منك الجواب، هل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح، هل النبي صلى الله عليه وسلم قولك ليس بالصحيح؟ هذا الإمام الصحابي هذا ما قال، هذا الصحابي رحمة الله عليه جاء بعد كثير من الصحابي، جيد، فهذا القول الذي قال الإمام الصحابي فهذا خطأ، يستعملون هذا اللفظ على أنفسهم. نعم فهمت كلامك، هل كان الصحابة فكتب الإمام الذهبي على أنفسهم، فكتب الإمام الذهبي أيضا محدث. نعم، هل فهمت السؤال؟ البخاري والمسلم والترمذي وأبو داود والسنن النسائي سؤال واحد، هذا أيضا ما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا من المسلم أم لا؟ ماذا تقول؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا اللفظ على الصحابة لأنهم مقلدون؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظ بخاري، لفظ مسلم، لفظ أبو داود، لفظ ترمذي، لفظ نسائي، استعمل أم لا؟ كلام هنا لا تخرج من الموضوع، لا تحرم من الموضوع، لا أخرج من الموضوع، هل أنت تخرج من الموضوع؟ التقليد، نتحدث عن التقليد. لا تذهب يمينا وشمالا، ليس قولك بالصحيح، التقليد هذا حرام. هل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا اللفظ على الصحابة؟ ماذا رأيك حول التقليد؟ بسرعة كبيرة، ليس سرعة، بسرعة فائقة. أولا تعلم العربي جيدا، ثم السؤال الذي سألته أولا أجيب عن هذا، ثم اذهب يمينا وشمالا. أجيب عن هذا. أين وجدت الإجابة؟ أنت أين وجدت؟
نعم في اللغة في اللغة في اللغة. أنا إذا وجدت في اللغة أنت فقط تعلمت اللغة. نعم. تعلمت اللغة من 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 شيخك ممكن هو جاء. فاعتريز علي هذا الدليل الذي قد قدمت. أي دليل قدمت أنت؟ لأي مرام قلت هكذا صلة الإجابة عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ التقليد على الصحابة. هل النبي صلى الله عليه وسلم أوريك أولا في القاموس في تاج العروس في لسان العرب أوريك أن صلة الإجابة يستعمل لفظ عن ماذا هذا؟ جاهل يا شيطان تضحك بالمثل شيطان ماذا هذا؟ تو نعم فالإمام الذهبي هو جاهل تقول هكذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ التقليد للصحابة هل الصحابة استخدموا هذا هل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ بخاري ومسلم والترمذي وأبو داود ونسائي وابن ماجه للصحابة الأعزة هذه أسماء الكتب الذي سميت أنت هذه أسماء الكتب ليس أسماء الأشخاص مثلكم مقلدون فتقول الألفاظ التي لا توجد تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم تحدث عن التقليد ولا تتحدث عن أسماء فهي من المحدث ماذا أنت تهرب من الموضوع فعلى قولك أقول لفظ بخاري ولفظ مسلم ولفظ ترمذي ولفظ أبو داود هذه من المحدثة لأن هذه الألفاظ ليست بموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتحدث عن التقليد ولا نتحدث عن أسماء الكتب فافهم الموضوع جيدا فقل لي إن يحيى بن معين كان من الحنفية الغلاة في مذهبه قال الإمام الذهبي هكذا في كتبه في كتابه المعروف المشهور في المشارق والمغارب الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجد كتب صنف في هذا الكتاب هكذا إن يحيى بن معين كان من الحنفية الغلاة في مذهبه وها والإمام الذهبي إمام الجرح والتعديل فكيف تقول حول الإمام الذهبي أن إمام الذهبي هذا جاهل كيف تقول هل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا على الصحابي قلت الإمام الذهبي هو جاهل وهم استعملوا هذا اللفظ لأنفسهم الإمام الذهبي هذا إمام معروف مشهور في المشارق والمغارب باسم إمام الجرح والتعديل الإمام الذهبي كتب كتبا كثيرة حول الجرح والتعديل فأنت تقول الإمام الذهبي ماذا قال فهو خطأ فكيف أسلم قولك هل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول حول الإمام الذهبي ماذا تقول حول هذا الكلام لماذا تخرج صوتا مثل الكلب لماذا تخرج صوتا مثل الكلب هذا كيف حصلت كلمة من الإنسان؟ ما هذه الألفاظ؟ إذا لا تفهم يذهب إلى المدرسة مرة أخرى ثم تعلم إذا إلى المدرسة مرة أخرى هذا أيضا خطأ أنت من رأسك إلى رجلي خطأ أنت من رأسك إلى رجلي خطأ يروا أعلام النبلة هذا أيضا كتاب معروف مشهور في المشارق والنهاري
قيل في هذا الكتاب كان أبو زكريا رحمه الله المراد بأبو زكريا ابن معين، المراد بابن معين يحيى ابن معين. قيل في هذا الكتاب هكذا، كتب هكذا، إن أبو زكريا أي ابن معين حنفيا في الفروع، فابن معين حنفيا في الفروع. وهذا ابن معين يقال حول هذا الرجل هكذا، كل حديث لا يعرفه ابن معين فهو ليس بحديث. فماذا رأيك الآن حول يحيى بن معين؟ لأنه كان مقلدا بإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عز وجل، الذي معروف في المشارق والمغارب. دائما أنتم ترجعون إلى أقوال العلماء وتتركون النبي صلى الله عليه وسلم وتتركون النبي وتتركون أقوالهم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأقوال التابعين واتبع التابعين والأسلاف والأكابع والأولياء الأعزة، فكيف تقولون نحن حق؟ تعرف الأسباب؟ كيف تقولون نحن حق؟ لماذا أنتم بدأتم التقليد؟ هل تعرف السبب؟ اسمع جيدا. دروس الناس واستفتاء الناس من لا علم له بالحديث، من لا علم له بالحديث كما ليس من لا علم له بالحديث، من قال لا علم لأبي حنيفة رحمة الله عليه. كما ترى ذلك ظاهرا في أكثر المتأخرين مثلك، تقرر تخطب على المنبر ونسيت قول الله سبحانه وتعالى آمنوا بمثل ما أمنتم فقد اهتدوا، ما أنتم فقد اهتدوا. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد: اتبع سبيل من أناب. جيد، ترك سبيل من أناب إلى الله عز وجل. فأنكرتم قول الله تعالى عز وجل الذي قيل في القرآن الكريم، فكيف تقولون هكذا نحن مسلمون؟ هل أنتم مسلمون؟ من قال؟ هل تفتي بالحي أم ميت؟ ماذا تظن أنت؟ هل أنت تتكلم؟ أنا أظن أنك ميت. تذهب إلى مستشفى المجانين، هل أنت تتحدث مع الميت؟ مجانين؟ ليس عندك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف والمشهور في المغارب والمشارق المسمى بالرواد الثقات المتكلم فيهم بما لا وجب، قال الإمام الذهبي الذي هو إمام الجرح والتعديل مقبول عند العلماء والمحدثين والمفسرين والصالحين والصادقين، هو قال في كتابه حول يحيى بن معين هكذا: إن يحيى بن معين كان من الحنفية الغلاة في مذهبه، فيحيى بن معين كان من الحنفية وأهل الحديث المسمى أي غير المقلدين يقولون هكذا، الذين من الحنفية فهم من المشركين. فأنتم تقولون إن يحيى بن معين الذي راوي البخاري الذي راوي المسلم الذي راوي أبو داود الذي راوي إمام الذي راوي الترمذي الذي راوي سنن النسائي هذا هو مشرك. هذا مشرك
يحيى بن معين هذا مشرك. هل تدل القرآن الكريم أو تدل نعوذ بالله نعوذ بالله يا عز وجل نعوذ بالله. الله تعالى يوفقنا يوفقنا كيف يوفقنا؟ هل هذا صحيح؟ يوفقنا الله تعالى يوفقنا كيف تقول تتفعل؟ هل تلافظ ذاتي؟ أن نقتدي بالعلماء العلماء الذين هم معتبرون عند الأسلام. هذا الجاهل يعرف يوفقنا هذا خطأ. فيحيى بن معين كان من الحنفية هذا هو ظاهر. وقال المقلد الذي اتصل إلي الآن الذي تكلم معي باللغة العربية الفحشة ليس بفصحى هذا قال يحيى بن معين هذا هو مشرك. هناك عربية فوشة؟ هل يوجد هناك عربية فوشة؟ أو ما هو فوش يا فوش اسم التفضيل اسم التفضيل من المؤنث فوشة لا يعرف اللغة البحرية ولا العربية أبحشون أفاحش مثل المقرد فوشة مثل المقرد لا تعرف العربية فوشة فوشة اسم التفضيل من المؤنث صيغة الواحدة المؤنث مؤنث وأنت مخنث وانت مخنث ولا الورد جيدا قال الشيطان هكذا في رؤياك ثم تعلم ماذا انت كلب انت حمار انت خنزير ما هذا فقط انقطع الاتصال لأنك جاهل قد عرفت قد فهمت فلا ضرورة لي أن أتكلم معك باللغة العربية الفصحى حول التقليد لأنك قلت التقليد واجب فبهذا ثبت أن التقليد واجب فلا ضرورة لي أن أتكلم معك حول التقليد.